اهلا بكم، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه موروكان كار درايفر. اول حاجه بعدا تنشكركم على الدعم ولي كومونتير اللي كتخليو لنا في لي فيديو باش كيشجعنا نزيدو في هذا الدومين. هذه الحلقه هذه غتكون مغيره بزاف على الحلقه اللي كنديرو في لاشين، ما عندها علاقه بالتيست درايف، ما عندها علاقه بالبريباراسيون بالتونينغ، مي كتقيس عالم السيارات فاش في البيع والشراء ديال لي بيس اوتوموبيل. مؤخرا واحد الكليان ديالي تعرض لواحد العمليه النصب في البيس اوتوموبيل. واحد الشخص عيق بزاف، وقيل راه كينصب على الناس هادي شي 3 سنين ولا 4 سنين. تنعقل مين كانت عندي لي مطروا ديالي كنت هضرت معاه، هو اختصاصي في واحد البيع ديال لي فولون، تيبقى يحط لك لي فولون بواحد الثمن رخيص. كتهضر معاه كيبقى يقول لك انا في هذه المدينه، انا في واحد المدينه واحده اخرى، ممكن يحاول يجرك باش تعطيه اون افونس. كيكون بزاف في الماركت بليس، كيحط لي زانونس ديالو، كيحط لي فولون ديال فولكس فاجن، ديال اودي، بزاف ديال لي بياس. والناس كيكونتاكتيو كيهضروا معاه في التليفون، كيتبتك وكلشي، كيقول لك صيفط لي افونس، انصيفط لك مع الستيام، وكيقول لك راه عندنا مشكل ما نقدرش الكونط هكذا. ها باش كيخلي الناس ما يصيفطوليش في الكونط. الكونط اخويا عندي ديال السياش، عندي فيه شي ديبل عاد صيفطو. وديما ها هو هادو لي ميساج كاملين اللي تصيفطو كاع الناس اللي تنصب عليهم. خويا داكشي تاع باش تخلصهم وداكشي كيعطلو لينا الفلوس، وخاص يكون عندك كونط معاهم. حنا لي زد تي ما عندناش معاهم كونط ولا امانه، ستيام ولا الغسالة هي اللي كتجي عندي صافي. شوف شي واحد اخويا ان شاء الله وصيفطو لي قدي لك غرض ديالك. بس خرام المعلومات ديالي باش سرد الدراهم ديالهم، صيفطهم في لاجونس ديال وفاق الشهير قريبه ليه السوق، وفي الخمسه ان شاء الله نخرجو لك في الغزاله. هادي اخر نصبه، ماشي اخر نصبه، انا نعطيكم اخر نصبه دار، غنخلي لكم حتى التصاور ديال لي كونط اللي كيكري. غيكونوا التصاور ماشي ديالو سي سور سيرتان، كاين التصاور ديال الناس. ها هو لقيتها باش كتصيفط الفلوس ديالها كنصيفطها لك، كتخلصها كومبلي الثمن ديالها كامل كتخلصو، كنقاد ليك بون سورتي لا غارونتي ديالك، كنخرجها لك في الترونسبور. الترونسبور راه ربعه ان شاء الله يكون عندي في الربعه. الدراهم ديالهم فاش بغيت صيفطهم صيفطهم في لاجونس دو فاكاش، هما المعلومات ديالي. وخلي لي المعلومات ديالك فاش نقاد ليك لا غارونتي ديالك وبون سورتي باش يجي دري لا غارونتي. كيكون بزاف في الماركت بليس، غنخلي لكم التصاور. محمد سي اش، محمد الشهيبي، غنعطيكم حتى التسميه اللي كيعطي الناس باش كيفرسيو ليه. محمد الشهيبي، شهيبي ولا الشهيبي، اخيرا دا 3300 درهم. الناس اللي كيبغيو يشريو، اللي كيبغيو يشريو شي حاجه من الانترنت، كنتي غتشريها من شي واحد كيبيع سور انترنت، سول عليه. باغ اكزومبل الناس اللي عندهم لي باج، غتشوف لا باج واش قديمه ولا لا، بنادم فيرسي ليه في الكونت ديالو، في الكونت، في الكونت بيرسونيل ولا الكونت سوسيتي، حيت ممكن تتابعو. اللي عطاك لو كونت راك عندك لا بروف وعندك ليستوري كامل. وتا الناس اللي وقعوا لهم اللي نصب عليهم هذا الشخص هذا، راه باينه نصب عليهم الناس بزاف، حيت هو راه خدام هادي شي 4 سنين، ممكن يديكلاريو به ويديو هاد لي بروف هادو، بعدا يبقاو عند البوليس باش يديروا الخدمه ديالهم. يعني غيكون عندهم دي بروف غيقولوا هذاك كثر بزاف، غيديروا عليه دي ريشيرش. جو سي با كيفاش غيديروا، مي بنادم تيحشم تيقول واقيلا انا تنصب عليا نمشي عند ديكلاري. عادي كتمشي كديكلاري، كتخلي لا ديكلاراسيون بهاد السميه هادي، حيت نفس السميه هي اللي كتيري الفلوس دائما. المشكل انه دائما تيجر الناس باثمنه رخاص. واش فولون جي تي دي ولا ايرلاين كيدير في السوق 7000 درهم، نقولوا 6000 درهم جديد، كتلقاه داير ليه 3500 درهم. راه سي نورمال، راه بحال قلتي مشيتي تشري شي دار في الطوحه ديال 25 مليون ولقيتي واحد كيبيعها ب 14 مليون. او كيفاش؟ تا بنادم خصو يحضر راسو شويه، وهذا تيخسر تاع على البيع ديال الناس لي سيريو اللي كيبيعوا في الانترنت. حاول بنادم ما يصيفطش هو فكاش، كونت 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 بونكير هو احسن حاجه. ولا كان عنده اون باج تتبع لا باج كتشوفها وكتشوف لي زافي ديال الناس، راه يقدر بنادم يدير كونت في ماركت بليس ويمشي كري دي كونت ويبقى يعطي لي زافي لراسو. واحد الحاجه اللي غنطلب منكم انكم هذا الفيديو هادو تبارطاجيوها بزاف فيسبوك في واتساب، باش اي واحد كان غيشري شي حاجه ما يتقولش حيت هذا السيد راه ضرب الفلوس بزاف، راه ما يمكنش. نعاود لكم الاوديو باش تسمعوه مزيان، ميم اللهجه ديال الجنوب ما عرفت تجيني بحال جهه اكادير الصويره مراكش بحال هاد الجهه هادي.
المعلومات ديالي فسر الدراهم ديالو صيفطهم في لاجونس ديالو ما فكاش غير قريبه ليه السوق وفي الخمسه ان شاء الله غنخرجوا ليك في الغزاله. نتمنى ان هذه الحلقه هذه تفيد بزاف ديال الناس ما يتقلبوش في هذا الشخص هذا النصاب. بنادم قبل ما يشري شي حاجه يحضر راسو ويسول يدخل لي جروب راه كاين عطا الله لي جروب ديال الفولكسفاغن ديال البي ام ديال المرسيدس دخل لي جروب سول قول لهم هاد الاخ هذا ومي تشوف الثمن طايح دائما حضر راسك دائما راه ما كايناش راه في 2021 ما بقاتش الهوته يعني تلقى الحاجه بالنص ديال الثمن ديالها راك هذيك غنصبا. وتهلاو ليا في راسكم. بالنسبه للحلقات ديال التيست درايف تنظن بان السيمانه الجايه غتقدر تكون عندنا الكاين كوبي هبريد ولا الاو كوبي الجديده 2021 جوجهم غيدوزو ما عرفتش شكون الاولى غندوزو. تهلاو ليا في راسكم بون ويكاند.